نروح مع حضراتكم للكلام على النني، والنني الحقيقة ups and downs، يعني شوية نلاقيه متألق ومنور كده وفي فورم عالية جدا، وشوية تانية نلاقيه متراجع مستواه مش مستقر، اتعرض لأكتر من موقف صعب في مشواره، خصوصا طبعا ان هو يتنقل من الدوري الإنجليزي أحد أقوى دوريات بالعالم مش بس أوروبا، ويروح الدوري التركي يمكن تكون خطوة لورا، لكن منها ممكن ينطلق النني مرة تانية. التقارير الصحفية بتقول انه نادي ترابزون سبورت التركي اعلن استعداده انه يتحمل راتب محمد النني لاعب ارسنال الانجليزي عشان يضمه خلال الصيف بعد ما انتهت اعارته طبعا مع منافس نادي ترابزون نادي بشكتاش. زي ما قالت صحيفة فاناتيك التركية فان مسؤولي ترابزون التركي رحبوا ان هم يتحملوا كل التكاليف الخاصة بمرتب محمد النني، بيصل مرتبه تقريبا في السنة الواحدة في حدود 1.5 مليون مليون يورو عشان ياخدوا او يحصلوا على خدمات الدولي المصري على سبيل الإعارة. واضافت كمان انه نادي بشكتاش بيحاول في الوقت نفسه انه يجدد كمان الإعارة لمحمد النني واللي لعب في صفوف بشكتاش خلال الموسم الاخير على سبيل الإعارة، مع احتفاظه بأحقية شرائه النهائي مقابل مبلغ متحدد بحوالي 18 مليون يورو. في بعض التقارير الصحفية كشفت الحقيقة في وقت يمكن قبل كده انه نادي ترابزون سبور التركي تقدم بعرض رسمي بالفعل الأرسنال عشان يضم محمد النني على سبيل الإعارة، وده هيكون بداية ان شاء الله من الموسم المقبل. خليني اقول لحضراتكم انه النني السيزون ده لعب في تركيا مع بشكتاش حوالي 36 ماتش، سجل من خلالها هدف وحيد وكان ليه 4 تمريرات حاسمه او 4 اسيست قدر ان هو يسجلهم في متهيألي عمل موسم مع كويس بشكتاش. مع بشكتاش يا احمد بس كانت التشكيله المثاليه الجوله الاخيره من دوري. لما بتقارني السيزون الاول مع ارسن فينجر في ارسنال لمحمد النني وتقارني محمد النني النهارده لا يعني لا في فرق كبير يعني جدا في المستوى. يعني انت كنت مقتنع بادائه مع ارسنال في اول سيزون؟ اعتقد انه كان في بدايه مبشره جدا لكن حصل تراجع، يعني هو قادر طبعا واكثر قدره ان هو يحدد اسبابه، لكن النني عنده اكثر من كده بكثير ويستحق ان هو يلعب في دوريات اقوى من الدوري التركي كمان. نروح لتقارير صحفيه انجليزيه قالت ان انديه الدوري الانجليزي الممتاز بترفض استمرار العمل بلائحه الطوارئ اللي اقرت في الموسم الجاري بالسماح باجراء 5 تبديلات في المباراه الواحده بدل 3 تبديلات. صحيفه تيليجراف قالت ان في 11 فريق من اصل 20 صوتوا ان هم ما ينفذوش القانون ال5 تبديلات ده في الموسم اللي جاي، وطبعا كده من المفروض انه هيعود نظام التبديلات الطبيعي بدءا من الموسم الجديد ده، وهيبقى كل نادي ليه بس 3 تغييرات علشان يبقى ليه 3 تبديلات خلال اللقاء، رغم ان الفيفا سمحت للاتحادات كلها بموضوع تطبيق الخمس تبديلات. الغريب ان الانديه، هو مش غريب بس هو الانديه اللي صوتت ضد القانون ده هي الانديه اللي لسه طالعه دوري الدرجه الاولى، ليدز، فولم، ويست بروميتش، الانديه الـ6 الاولى كانوا يعني مع القرار ده. الانديه القليله اللي لسه طالعه بتقول انه يعني ده هيبقى بيدي بريفليج او ميزه اكتر للفرق الكبيره لان دكه الاحتياطي بتاعها احسن بكتير. يعني هي ليها بروز وكونز، يعني لما نفكر بالمنطق ده طبعا ممكن تدي، بما انه دكه البدلاء عند معظم الانديه الكبيره زي المان سيتي وزي مانشستر يونايتد تشيلسي مثلا مع القرار جدا، يعني نفسه جدا ان يبقى فيه 5 تبديلات. لكن على الناحيه الثانيه برضو انا بتهيألي دي حاجه ليها علاقه بالفتنس والاستامينا بتاعت الفرق، يعني بتهيألي الفرق المؤخره دايما بتعاني دايما في اخر ربع ساعه بدنيا قدام الفرق الكبيره، فبالتالي بيتهيألي انها ممكن تبقى عايزه نفس، عايزه دم يعني فريش في الملعب يقدر يديهم باور ان هم يكملوا 90 دقيقه بنفس المستوى. على كل اكيد في حسابات بين السطور بتحسم القرارات اللي من النوع ده. نروح لانتر ميلان، ويمكن سوق الانتقالات السنه دي يمكن عشان فيروس كورونا، ممكن يمكن عشان المشاكل الماليه اللي بتعاني منها الانديه، لكن الحقيقه ما نقدرش نقول عليه موسم قوي. في كلام كتير عن بعض النجوم في اوروبا في الوقت الحالي، منهم مثلا التشيلي أليكسيس سانشيز اللي برضو زي النني ماشي على سطر وبيسيب سطر، يعني احنا ما حسيناش بيه قوي في البارسا، لكن راح بعد كده أرسنال عمل سيزن ولا أروع يكاد يكون الأروع في تاريخه كله، اتنقل بعدها المان يونايتد توقعنا انه المسيرة يعني تكمل، لقينا انه يعني رجع تاني لنفس الأداء المخيب للأمال وما كانش على المستوى، عشان كده تمت إعارته لنادي انتر ناسيونالي الإيطالي فريق الانتر بشكل
مؤقت يعني، لكن النهارده تم الاعلان انه هينتقل بشكل مجاني لمده 3 مواسم تنتهي في 2023، وهيلعب مع فريق الانتر اللي بعتقد انه الى حد كبير مع الانتر قدر يستعيد جزء من مستواه. واعتقد انه التجربه بتاعته في اولد ترافورد الحقيقه كانت صعبه جدا، لقى نفسه بشكل كبير جدا مع الانتر، ويعني اعتقد الانتر الحقيقه عمل تشكيله اكتر من رائعه. صحيح بقت معظم الفرق في اوروبا يا ساره بتستهدف نجوم الانتر دلوقتي، عمل سيزون كويس لا باس بيه، مكمل في اليويفا كاب او اليويفا ليج، واخد مركز ثاني في الكالتشيو، فاعتقد سيزون كويس بالنسبه للانتر. موافقه معايا؟ موافقه معايا. طيب خلينا نروح لروما، ايه اس روما بقى؟ نروح لنادي روما الايطالي. النهارده اعلن بيعه للملياردير الامريكي فراتكن مقابل 591 مليون يورو، وعن طريق موقعه الالكتروني اصدر بيان رسمي اوضح خلاله تفاصيل الصفقه دي، وقال ان العقود الرسميه تم توقيعها مساء امس الاربعاء. من جانبه قال كمان جيمس رئيس النادي الايطالي ان هم وقعوا العقود وخلال الايام المقبله هيكون في الاجراءات، هتكمل الاجراءات الرسميه والقانونيه الخاصه بانتقال ملكيه النادي. اضاف كمان انه خلال الشهر اللي فات ده دان فراتكن كشف عن التزامه الكامل باتمام الصفقه، وانه على ثقه تامه بخبراته اللي هتقود النادي ده لمستقبل افضل. كان في طبعا مجموعه من المستثمرين الامريكيين بقياده بلوت اشترت النادي في 2012. 600 مليون يورو كتير. 600 مليون يورو ده مبلغ خرافي، مبلغ احنا بنتكلم في اكتر من ايه 100 مليار. انا في الارقام طبعا كسرين 100 مليار. على كل احوال واحد من اكتر الانديه طبعا، واحد في جمهور كتير في مصر كان بيشجع روما لانه واحد من اهم اسباب انطلاقه صلاح المو في اوروبا كان نادي اس روما، وقدم معايا الحقيقه اداء عالي المستوى.